عزيزي الحمل، مساء الخير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، للمعيدين ولغير المعيدين. بالنسبة للحمل بشهر 7 عم تتكشف كتير امور جديدة، وعلى ما يبدو انه الشهر 7 رح يبلش مع البعض منكم عاطفيا، حيث انه حيكون في شوية ابتعاد او انفصال عن الحبيب. بهالمرحلة هيدي عم شوف الرجل الحمل عنده شوية تناغصات عاطفية وشوي هيك زعلان ومنه كتير مبسوط، ولكن الفترة ما فيها انفصال طويل. وفي بعض منكم شوي شهر 7 رح يكون جايب له كم خبرية هيك مش كتير منيح. اما بالنسبة للعمل للحمل للرجال والنساء، فعم شوف انه العمل والدراسة كتير كتير جيدين. بالشهر 7 اخبار كتير حلوة، وفي ناس حتى كانت متوقعة افضل بس انصدمت شوي بالنتيجة. اما بالنسبة للوظائف والاعمال والبحث عن عمل، فما تعتلوا هم وحاجة تتغلبوا وتفكروا انه ما في شي عم يصير على ذوقكم. بالعكس، العمل جيد جدا ورائع بالنسبة لكم. من ناحية العائلة بالنسبة للحمل، عم شوف شوي من كأنه شهر 7 بالنسبة للعاطفة والعائلة في شوية أمور معلقة، وفي شوية مناغصات مناوشات هيك طفيفة. عزيزي وعزيزتي الحمل، انتو بتحبوا المشاكسات بشكل عام، وهيدي واحدة من الأشياء اللي راح تمروا عليكم بالشهر 7. اخبار حلوة جايت لكم، معظم الاخبار بالنسبة لكم بخصوص تجارة او بخصوص اشي عملتوها، نتفة خسارة صغيرة ما كتير كبيرة ابدا، ولكن على المطلق الامور جدا ماشية بشكل ايجابي. هالخسارة الصغيرة بركي بجوز خبر، هي اكتر من انها فعلا خسارة. خبر هيك بيزعجكن شوي بس ما بنغص ابدا، بس بتتأثروا وحساسيتكن عالية بالشهر 7. عزيزي الحمل، تذكروا رح اقول لكل الابراج انه الترو ما عليه تاريخ انتهاء بالقراءة الا اذا انا حددت الايام والتواريخ. يعني اذا ميا قالت انه بعد 21 يوم، فاذا بعد 21 يوم انا مسؤولة عن اليوم، ولكن لما بقرأ الترو لأي شهر كان، فاللي ما بحدد له تواريخ ما له صلاحية انتهاء. وهيدا شي كتير حلو، لانه لما بقول في خبريات حلوة وما اجت بعد، رح يجي وقتها ورح تجي. فبليز خليكم متفائلين وخليكم معي. الحمل ما بيعذبني ابدا، بس في شوية ابراج تانية بتعذبني، لذلك حبيت ذكر. عزيزي وعزيزتي الحمل، نجاح كتير كبير، تفوق على الصعيد العملي والعاطفي للبعض منكم غير اللي مرتبطين واللي عندهم شوية مناغصات اول شهر 7، وفي اشياء وعلاقات واخبار كتير كتير حلوة لإلكم بشهر 7. خلينا نشوف التلاميذ، لان بضلوا يسألوني الدراسة كيف والامتحانات كيف. الدراسة يعني كانت لا بأس، في بعض منكم بده يكمل، بعض منكم ما جاب كتير علامات منيحة او ثائب وسوء حظ، رح يكمل ما رح يوقف درس، وان شاء الله المرحلة الجاية بتكون افضل. شهر 9 وشهر 10 و11 افضل للدراسة، فانتبهوا ذاكروا منيح اذا انتم بحاجة تجيبوا علامات. بالنسبة للي عم بيعملوا دراسات عليا، عم شوف هلأ في شوية ركون او جمود باخبار الشهر 7، والبعض منكم عم بيفكر بيروح او ما بيروح، بكفي او ما بكفي، وخصوصا شباب الحمل. عزيزي الحمل، بالنسبة للدراسات العليا عم شوف انه بركي لازم توقف شوي، هلأ مش وقت انك تكفي، انتظر شوي. والبعض منكم اللي عندهم بروفيسورة او مديرة او معلمة مسؤولة كانت معكم اثناء دراساتكم العليا، او كانت عم بتساعدكم بالماجستير او بالدكتوراه، انتو بتحملوها المسؤولية، مع انه لا، هي كانت عم تعمل افضل ما فيها، حتى هي كتير عم تساعدكم، فما تحملوها المسؤولية اذا انتو شوي تلهيتوا.
بالنسبة لنساء الحمل اللي أو فتيات الحمل يلي عم يفكروا بالدكتوراه أو الماجستير، الوقت رح ياخد معك شوي طويل، ويمكن تفكري إنه العمر شوي يعني حياخد معك وقت من حياتك ومن عمرك، بس صراحة مستقبلك كتير جيد، فتابعي ما تخلي هالشي ياخد من فكرك حتى لو أخد من بيتك ومن حياتك. بالنسبة لنساء الحمل العازبات الصبايا، الارتباط حاليا بشهر 7 ما عم شوف فيه تكشفات كتيرة للفئة اللي ما انخطبت بعد، عم شوف أكتر سفر، عم شوف أكتر عمل، عم شوف أكتر تحقيق أهداف انتو ناويين عليها. أما الشاب ماني عم شوفه مرتبط أو حابب يرتبط، عم شوف إنه كأنه طلع من علاقة أو من فترة كانت صعبة عليه أو مضايقته، وهلأ حابب إنه يمرق بمرحلة أفضل من اللي قبل. الزواج حاليا قيد ال pause أو التوقف، وكتير ناس عم بتقرر بصرف فلوس على شي تاني أو بصرفوا على الزواج، كأنه هاي المرحلة هلأ مش مرحلة زواج، بس هذا لا يمنع انه الترو للتسلية فقط، اوكي، منه قانون يعني، خليكم متفائلين. بالنسبة للأمور التانية، في شوية مبلغ من المال او ضاع او انسرق، مبلغ طفيف من المال عزيز الحمل، وانت كنت عم تشتغل كتير منيح من اجله، ضاع من ايدك او حدا اخده عليك او انتصب عليك مثل ما بيقولوا بالدارج، بس انت اقوى من هيك يعني، ماشي الحال. اما من ناحية العيلة وجهودك مع عائلتك اللي هن اهلك، امك، بيك، اخوالك، عمامك، فجهودك في لقاءات بس إرضاء غاية لا تدرك، فجرب انه خلال هالشهر تدير مثل ما بنقول نحن الدين الطرشة، يعني ما كتير تحاول اسعاد اللي حواليك، لانه صعب هيدا الشهر السابع يكونوا كتير سعيدين. عزيزي الحمل مثابر مجد بالشهر السابع، علاقاتك الجنسية كتير عالية بهذا الشهر ولكنها حتكون مكلفة ماديا، فانتبه على صرفك، ما في داعي تتدين لحتى تصرف، انتبه، حتكون مسرف بالشهر السابع، بس في احتفالات كتير، ظهرات كتير، يمكن ستريب كلوب، اللي بيعرفوا ستريب كلوب بيعرفوا شو بدون ما ترجم، و درينك الكحول كتير كمان عالي، فدير بالك على حالك بالشهر 7، يمكن لانه اجى الصيف واجى البحر واجى المواسم السهرات، فالحمل بهالفترة راكد عم بتابع ملذاته، خصوصا الاعمار ما بين اخر 30 اربعينات لل50. على الصعيد المنزلي في هدوء، في هدوء، في ترقب، في هيك نشوف شو عم بيصير، خلينا نشوف الجو كيف هو، ندس النبض، اوكي. بالنسبة لنساء الحمل المطلقات، بضلني بنسأل في زواج، خلينا نشوف زواج شهر 7، ما بيكشف كتير عن هالامور، على الاغلب طلاق اكتر او مشروع طلاق او تحدث بالطلاق للنساء المتزوجات او اللي عندهم شريك طويل، اما المطلقات فمش عم شوف هالشي خاص لإلهم. شو بنسأل كمان؟ بنسأل في حمل، خلينا نشوف بالنسبة لبرج الحمل اذا في حمل هيدا الشهر. اقرب الى نهاية الشهر من اوله، البعض منكم او روح او ما زبط معه شهر 7، او صار في اختلاف وجهات النظر، ما بعرف، الحكيم قال شي، انتو عملتوا شي، ما تبعتوا علاج معين، شو اللي صار ما بعرف، ولكن على من النص الاخير للجزء الاخر من شهر 7 جزء وقت جيد مثمر للاشخاص اللي حابين يحملوا ويجيبوا اولاد، وخصوصا كمان الاشخاص اللي عندهم اوريدي اولاد وحابين يجيبوا، وعم شوف كمان توم بهالحمل.
وكمان الحمل مسافر خارج بلده عنده حمل كمان. شو بعد بقي ما غطينا؟ كلكم بتقولوا ركزي على العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية عزيزتي الحمل، انتي بشهر 7 رح يجيكي اكتر من عرض للبعض منكم اللي بيطلعوا بيروحوا بيجوا بيختلطوا، مش للي قاعدين ببيوتهم. اوكي، بتعرفي حالك انت اللي بتروحي بتجي بتختلطي وبتحكي مع الناس، عندك اكتر من عرض، عندك 2، واحد اكبر من الثاني عمرا، واحد بحدود 40 والثاني بحدود بين 25 ل 35. اتنيناتهم بدهم اياكي، اتنيناتهم بحبوكي، على ما اعتقد انه الاكبر عمرا او متزوج او عنده اولاد ومطلق. فانتي شوفي راحتك وين. الاثنين بحبوكي بدهم اياكي بنفس القوه، بس انتي شوي شايفه حالك هيدا الشهر. فانتي شوفي وحددي شو بدك، وحتى عم بتفكري انه ما بدك حدا ويمكن كانه حابه انك تسافري. بقي حدا بعد ما حكيت عنه بالنسبه للحمل بالشهر 7؟ عم شوف انه الامور بشكل عام يعني مش مثل امور شهر 6، شوي في مثل ما قلت شوية تناغصات، عقبات قليلة خفيفة، بس الطرفين النساء والرجال الكبار والصغار عم بفتشوا على سعادتهم بالشهر 7 وما واقف بوجهن شي. رح اترككم مع هالخبريات الحلوة، اعملوا شير ولايك وعلقوا الجرس، الجرس هو الوحيد اللي بخبركم انه في بث مباشر. مرسي كتير الكم ومساء الخير.